السلام عليكم حضرات، اهلا بكل متابعينا. ان شاء الله هنبدا سلسله جديده اسمها اتعلم احتراف الرياضيات، وهنبدا باول حلقه. وفي حلقه النهارده هنتعامل مع حساب المحيط والمساحه للاشكال المسطحه زي المربع والمستطيل والمعين والدايره واشكال كتير. طبعا عموما الرياضيات ليها فورمولاز كتير زي الاشكال الهندسيه والجبر، علم الجبر والايكويشن الماتريسيز، التفاضلات والتكاملات والتحويلات، وكمان هناخد الماستريكس اللي هي الخدع الرياضيه. الرياضيه هنا مش العاب رياضيه، لا رياضيات، تمام. وهناخد اشكال كتير طبعا، الكلام ده هيبقى بالترتيب. هنبدا باول حاجه الجيومتري بمعنى الاشكال الهندسيه. خلال الفيديو هنرمز للاي هو الاريا والبي هو مين المحيط. هنبدا بالمثلث. لو عندنا مثلث بالشكل ده، الضلع ده طوله ايه، الضلع ده طوله سي، الضلع ده طوله بي. هنيجي هنا من اي نقطه هناخد ايه، ضلع كده عمودي على القاعدة عندي اللي هي طولها بي، الارتفاع ده اتش، فبالتالي المساحة عندي في المثلث بتساوي ايه؟ نص القاعدة، نص القاعدة في الارتفاع، يبقى بي في اتش على 2. معروف ان المحيط عبارة عن مجموع اطوال اضلاع مين الشكل، يبقى المحيط في المثلث بيساوي مجموع اطوال اضلاعه A زائد B زائد C. عندنا طريقة تانية لحساب المساحة عبارة عن ايه؟ جذر التربيع في S افتح قوس S ناقص A افتح قوس S ناقص B افتح قوس S ناقص C، ده كله تحت الجذر. ال S عبارة عن مجموع اطوال اضلاع على 2 اللي هي المحيط على 2. معروف ان في المثلث مجموع الزوايا ب 180. كمان معنا مثلث بالشكل ده، الطول ده A، الطول ده C، الطول كل ده عبارة عن B. عندي هنا ضلع هيجي من الرأس هينزل كده على القاعدة، هنا هينصف القاعده، مش شرط ينصف الراس، لا هو شرط هنا في الحكايه دي لازم ينصف القاعده، فانا ده طوله هيبقى ام، يبقى بالتالي هينصف القاعده بمعنى ان سي ان بتساوي ان ايه، لكن المسافه كام انا مش عارف بالظبط، اللي هي في الغالب هتبقى نص بي. لو الضلع ده كله بي يبقى ده نص بي وده نص بي، فانا عايز الطول اللي اسمه ام ده اللي هو هينصف القاعده عباره عن ايه، نص جذر 2 ايه تربيع زائد 2 سي تربيع ناقص بي تربيع. ال A وال C هما الأضلاع العادية، أما B هو الضلع اللي أنت هتنصفه، يبقى B هو الضلع اللي أنت هتنصفه في المعادلة هنا. لو عندي برضو مثلث بالشكل ده، طول ضلعه ده إيه؟ الضلع اللي تحت كله B، الضلع اللي هنا كله C. عندي هنا الضلع هينزل من الرأس على القاعدة، هنا لازم ينصف الزاوية، هنا منصف للزاوية مش شرط ينصف القاعدة، يبقى ده منصف الزاوية. لو ده ارتفاعه يعني طول الضلع ده اسمه G، تمام؟ الG ده بيساوي إيه؟ عبارة عن 2 على A زائد C. افتح قوس عباره عن اي سي اس افتح قوس اس ناقص بي، تمام. الاس قلنا هي مين المحيط عندك، الاس هي مجموع، اس هي مجموع اطوال الاضلاع على 2، يبقى الاس هي المحيط على 2. وفي نفس التوقيت هنقول سي اي على اي اي اللي هي النسبه بين نسبه التقسيم، يعني الضلع ده هنصف الزاويه بس هيقسم القاعده بنسبه كام، يبقى هقول سي اي على اي اي بتساوي ايه، هقول الضلع ده A على C، يبقى C I على I A، انت بادئ من C هنا يبقى لازم تاخد الضلع بتاعها اللي جنبها، يبقى A على C. طب لو انا قلت A I على I C بيساوي ايه، هيطلع C طول الضلع ده على A. لو رحنا للمثلث قائم الزاوية، الضلع ده A الضلع ده B، ده اضلاع مين الزاوية القائمة A و B، الوتر اسمه C، الوتر هو المقابل للزاوية القائمة هنا اللي هو كل ده سي. عندي هنا في المثلث قائم الزاويه مجموع مربعات اطوال اضلاعه اللي هو اضلاعي القائمه يعني بيساوي مربع الوتر عندي، يبقى A تربيع زائد B تربيع بيساوي C تربيع. لو انا عايز المساحه عباره عن ايه؟ نص القاعده في الارتفاع، يبقى نص B في A. لو انا خدت من الراس العمودي خدت خط كده عمودي على الوتر، بيبقى عندي القاعده اهي C والارتفاع H في نفس المثلث، او الاي بتساوي نص سي في اتش. الاتش هو ده الارتفاع اللي نازل من الراس العموديه، عمودي على الوتر. هطبق القاعده دي، واحد على اتش تربيع بيساوي واحد على اي تربيع زائد واحد على بي تربيع. وكمان نفس النظام، عندي هنا الاي تربيع اللي هو الضلع ده مربعه بيساوي، قال لك عباره عن بي اتش في سي، يبقى الاي تربيع اللي هو احد ضلعي القائمه بيساوي، لو انت بادئ من ايه تبقى هنا كده بي اتش الضلع القريب ليه في القاعده كلها اللي هي سي. طب لو بي، لو انت فهمت القاعده هتطبق بي لوحدك، يبقى بي تربيع بيساوي A H الضلع القريب ليها في الوتر كله اللي هو C. طب الارتفاع H ده اللي هو الارتفاع ده عايزه، يبقى H تربيع بيساوي ايه، الضلع ده اللي هو هنا A H في مين، في H B. طبعا هنا هو مش بينصف القاعده دي، فانا A H دي مش عارف
في اتش بي. لو عندي المربع معروف ان المربع مجموع، معروف ان المربع جميع اطوال اضلاعه متساويه، كل واحده فيهم بيساوي ايه. كمان عندي القطر هنا اسمه دي. كمان عندي ان القطرين، كل منهما ينصف الاخر، كل منهما عمودي على الاخر ومتساويين، يعني الاقطار متساويه. يبقى بالتالي المحيط عندي البي بيساوي ايه؟ اجمع اطوال الاضلاع دي عباره عن ايه؟ A في 4، لان الـ A متساويه A A A، يبقى 4 في A، يبقى المساحه بتساوي العرض في طول، يبقى A في A يبقى A تربيع. اما D اللي هو القطر هيساوي ايه؟ عندي المثلث ده قائم الزاويه، يبقى ادي A وادي A وادي D. تقدر تجيب الـ D القطر بتاع المثلث قائم الزاويه زي ما شرحنا من شويه، هيبقى ايه؟ D تربيع بيساوي A تربيع زائد A تربيع، يبقى D تربيع بتساوي 2 A تربيع، يبقى D بتساوي ايه؟ A تربيع هتلاقيها الجذر هتبقى ايه؟ الاثنين ان، هتلاقي الجذر تبقى جذر 2، يبقى القطر بيساوي ايه في جذر 2. لو احنا طب لو المستطيل، الضلع ده ايه والضلع ده بي، الاضلاع مش متساويه لكن الاضلاع كلها متعامده، الاقطار متساويه وكل منهما ينصف الاخر لكن الاقطار ليست متعامده، فالقطر ده هسميه دي. وبالتالي المحيط عندي عباره عن ايه؟ ايه والناحيه الثانيه ايه زيها، زائد بي زائد بي، يبقى ممكن اقول ايه؟ الطول زائد العرض في 2 مباشره، بس الطول زائد العرض جوه القوس. عندي الـ A اللي هي المساحه تساوي الطول في عرض الـ A في A، بس لازم تبقى الزاويه قائمه. المساحه في الاشكال الرباعيه لازم تبقى الطول في العرض، بس لازم تبقى الزاويه قائمه. لو انا عايز الـ D عباره عن ايه؟ يبقى الـ D تربيع بتساوي A تربيع زائد B تربيع، يبقى الـ D بتساوي الجذر A تربيع زائد B تربيع. لو رحنا عندنا متوازي الاضلاع، عندنا الضلع ده A والضلع ده B، الزاويه دي هسميها الفا والزاويه دي هسميها بيتا. عندي الاقطار هنا، القطر ده M والقطر اللي هنا ده N. معروف من متوازي الاضلاع ان كل ضلعين متقابلين متوازيين، وان الاقطار متساويه، وكل منهما ينصف الاخر ولكن الاقطار ليست متعامده. عندي المحيط عباره عن ايه؟ قلنا A و A و B و B، ممكن اقول طول زائد عرض في 2 مباشره. هنا زاويه الفا وزاويه بيتا، لو جمعناهم على بعض، هيدين 180. ليه؟ لان هي ادي الضلع ده والضلع ده متوازيين، فبالتالي الزاويتين المتداخليتين او الداخليتين بين ضلعين متوازيين مجموعهم يساوي 180. وممكن اقول الاتش، ده هو ايه؟ الارتفاع. يبقى اجي من النقطه هنا انزل عمودي على الضلع المقابل لي، هسميه اتش، ده الارتفاع. عباره عن ايه؟ بيساوي ايه ساين الفا، جت من فين؟ عدي الاتش اهي وادي الايه، تمام، والزاويه دي الفا. طب مش الاتش دي مقابل الزاويه اللي اسمها الفا، يبقى ساين الفا بيساوي ايه؟ مقابل على مجاور، يبقى اتش على ايه؟ يبقى الاتش بتساوي ايه ساين الفا، ايه ساين الفا، ممكن بتساوي ايه ساين بيتا، مفيش مشكله. ليه؟ لان شيل الفا من هنا هتبقى 180 ناقص مين؟ ناقص بيتا. 180 ناقص بيتا يبقى ساين 180 ناقص بيتا يديك نفس الزاويه، لان الساين في الربع الثاني موجبه يديك ساين بيتا. كمان عندي ان مربع القطر الاول زائد مربع القطر الثاني بيساوي 2 افتح قوس مربع الضلع الاول زائد مربع الضلع الثاني، يبقى ام تربيع زائد ان تربيع بتساوي 2 افتح قوس A تربيع زائد B تربيع. ومعنا كمان الـ A اللي هي المساحة بتساوي B في H، تساوي القاعدة في مين؟ في الارتفاع. القاعدة في الارتفاع ما تنساش ما فيش نص هنا. معنا كمان إن ممكن بتساوي A في B في ساين ألفا، ممكن تساوي A اللي هو الضلع ده في الضلع ده B في ساين مين؟ ألفا. فاكرين في المربع المستطيل كنت بقول إيه؟ طول في عرض خلاص. لا، هي في ساين الزاوية، كانت في المربع المستطيل ساين 90 بواحد، لكن هنا ساين ألفا، لأن ألفا مالها؟ ليها قيمة. زي ما قلنا ممكن يطلع A في B في ساين بيتا، نفس النظام، ممكن أقول A في B في ساين بيتا. أما المعين، معروف إن المعين جميع أطوال أضلاعه متساوية، معروف إن الأقطار متعامدة وكل منهما ينصف الآخر لكن الأقطار ليست متساوية، يعني الـ M ده القطر الأول، N ده القطر الثاني. معانا طول الضلع A، يبقى المحيط بيساوي إيه؟ A في 4 لأن الأضلاع متساوية. المساحة بتساوي إيه؟ عبارة عن ايه؟ M في N على 2. جت من فين؟ شايفين المثلث اللي هنا ده؟ المثلث ده لو انا جبت مساحته، الضلع ده بيساوي ايه؟ نص N، لان دي كلها N، يبقى ده نص N، ده كله M، يبقى ده نص M. تقدر تجيب مساحة المثلث ده، يبقى نص القاعدة، يبقى نص في نص N في نص M، اضرب دي في 4 يطلع لك M في 2، M في N على 2. او ممكن اقول ايه؟ لو جيت من اي نقطة خدت عمودي على الضلع، يبقى انا جبت الارتفاع. لو انا كده في المثلث اللي قدامك ده الشكل ده، معنى ايه؟ مساحه المثلث ده بتساوي ايه؟ نص القاعده نص ايه في اتش. طب مش المعين عباره عن 2 من المثلث ده، المثلث ده والمثلث ده، يبقى اخد ايه؟ نص ايه في اتش اضربها في 2، يبقى ايه في اتش يديك المساحه الكليه المعينه. ما انساش كمان ان هنا الزاويه دي الفا ودي بيتا، لازم يبقوا الاثنين مجموعهم 180. ليه؟
لان الضلع ده بيوازي الضلع ده. معنى كمان ان ام تربيع زائد ان تربيع عوض في المعادله اللي فاتت بتساوي 2 افتح قوس ايه تربيع زائد بي تربيع. طب هنا الضلعين متساويين، يبقى اقول ايه تربيع زائد ايه تربيع في 2، تمام؟ ايه تربيع زائد ايه تربيع جوه القوس يديك 2، في 2 بره يديك 4، عشان كده تطلع 4 ايه تربيع. طب المعادله دي من المعادله اللي فاتت، الاتش اللي هو الارتفاع بيساوي ايه؟ حاصل ضرب القطرين على 2 ايه، حاصل ضرب القطرين على 2 ايه، او ممكن بيساوي ايه ساين الفا. جت من فين؟ ادي الاتش وادي المثلث عندنا، وده مين؟ ايه، والزاويه دي الفا. مش الاتش ده مقابل الزاويه الفا؟ يبقى ساين الفا بيساوي ايه؟ اتش على الوتر اللي هو مين؟ ايه، لان خلي بالك الزاويه هنا ايه؟ قائمه. معنى في شبه المنحرف، شبه المنحرف ان في ضلعين متقابلين متوازيين، ضلعين فقط وليست اكثر. فانا لو عايز الكيو، الكيو هو الضلع في المنتصف، اللي في المنتصف بين الضلعين المتوازيين عباره عن ايه؟ ايه زائد بي على 2، بحيث الاي هو القاعده اللي فوق، البي هو القاعده اللي تحت الموازيه للي فوق. لو انا عايز المساحه بتساوي ايه؟ هقول انزل ارتفاع كده اسمه اتش، يبقى اقول الاتش في مين؟ في نص مجموع القاعدتين المتوازيتين، يبقى عباره عن اتش في نص مجموع القاعدتين المتوازيتين اللي هي A زائد B. طب مش الA زائد B على 2 دي عبارة عن الكيو اللي هي الخط المنصف ده اللي هنا في المنتصف، هو Q في H. لو رحنا للشكل الرباعي، الشكل الرباعي طبعا لهوش قاعدة عامة، فاحنا هنستخدم القاعدة العامة لحساب المساحة عموما. لو انا عندي شكل رباعي كده هنعمل ايه؟ ده القطر الاول هسميه B، القطر الثاني هسميه A. الزاوية بين القطرين هي الفا، يبقى المساحة بتساوي ايه؟ نص A B سين ألفا، يبقى نص A B سين ألفا. A طول القطر الأول، طول القطر الثاني، خلي بالك دي أطوال الأقطار وليست الأضلاع. سين ألفا الزاوية بين القطرين. الكلام ده على فكرة ينطبق على أي شكل، مربع، مستطيل، أي شكل. معنى الدايرة، الدايرة هنا المركز، وبرسم الدايرة بنص قطر اسمه R، وبالتالي دي هو الدايمتر اللي هو القطر، هو عبارة عن إيه؟ القطر بالكامل اللي هو ضعف نص القطر. محيط الدايرة اللي هو البي، محيط الدايرة بيساوي 2 باي ار. لو قلنا، مش قلنا الدي عبارة عن 2 ار، لو شلت 2 ار من هنا احط دي. طب مساحة الدايرة بتساوي باي ار تربيع، لو شلت الار هنا عوض مكانها ايه؟ دي على 2، بس ما تنساش هتتربع، يبقى دي اتربعت، ال 2 اتربعت ب 2 بقت 4 تحت. الباي عندي 3 وهي 14 من 100 ما تنساش. لو انا رحت هنا في الشكل اللي قدامي، انا من نقطة المركز دي رحت راسم خطين، الخطين دول عباره عن بدايه ونهايه وتر في الدايره، يبقى الخطين دول هو انصاف اقطار الدايره، نصف قطر الدايره، وهما بيمثلوا في الدايره بدايه ونهايه الوتر في الدايره، تمام؟ وادي القوس بتاع الدايره، يبقى ده القوس الراسم للوتر او الوتر الراسم للقوس. فانا عايز المساحه المظلله باللون الاسود ده، الحته دي عايز المساحه بتساوي ايه؟ ار اللي هي نص القطر تربيع على 2 افتح قوس باي الفا، الزاوية عندك بس خلي بالك بالديجري على 180 ديجري، ناقص ساين الفا الفا بالديجري برضو. انا جبت هنا المساحة دي. طب نفترض انا عايز طول القطر ده، سوري عايز طول القوس ده، في نفس الوقت لو انا عايز المساحة الكلية بتاعت الشكل ده اللي هي الحتة دي كلها، هجيبها ازاي؟ يبقى ناخدها بره كده، ادي نص القطر ار، ادي الزاوية الفا، ادي بي، ده بي ده هو مين؟ طول القوس. لو انا عايزه هيساوي 2 باي ار، ار نص القطر، الفا الزاوية على 360. طب لو انا عايز المساحه الكليه، المساحه الكليه اللي هي دي اللي هي هنا، تبقى الشكل ده كله، المساحه دي كلها هجيبها ازاي؟ عباره عن باي ار تربيع في الفا، خلي بالك الفا بالديجري هنا على 360. لو انا شلت 2 باي ار الفا على 360 من المعادله اللي هنا دي، يطلع باي، يطلع بي ار، لان دي بي اللي هي طول القوس، ار على 2. لو رحنا للسداسي، معروف ان السداسي جميع اطوال اضلاعه متساويه، ومعنا كمان ان طول ضلعه A نفس الطول هيبقى من نقطة المركز لنقطة تلاقي الضلعين، يبقى من المركز نقطة تلاقي الضلعين، ضلعين اهو نقطة تلاقي دي ايه، يبقى الايه اللي هنا بتساوي الايه اللي هنا، او الطول ده بيساوي الطول ده. عايز المحيط بتاع السداسي عبارة عن ايه؟ ايه في 6، لان عدد الاضلاع 6، يبقى ايه في ان، الان عدد الاضلاع، يبقى ايه في 6. لو انا عايز المساحة عبارة عن 3 جذر 3 على 2 على 2 مضروبة في ايه تربيع. بوجه عام لو انا عندي شكل منتظم، ممكن يبقى سداسي، ثماني، عشاري، ايا كان الشكل عندي. لو انا عايز المحيط، المحيط عباره عن ايه؟ لو سداسي كنت بقول ايه؟ ايه في 6. طب لو ثماني يبقى ايه في 8، يبقى المحيط عباره عن بيساوي ايه في ان، بحيث الان عندي عدد اضلاعه، عدد اضلاعه. لو انا عايز المساحه، المساحه بتساوي ايه تربيع في ان، لان قلنا هي مين؟ عدد الاضلاع، الاي اللي هي طول الضلع على 4 تان 180 درجه على ان، او ممكن اقول الاي بتساوي
ار تتبيع ان ساين 360 ديجري على ان على 2. ال ان اللي هنا دي قلنا عدد الاضلاع، الار دي عباره عن ايه؟ من المركز لنقطه تلاقي مين؟ نقطه تلاقي عندك الضلعين، يبقى الار كابيتال عباره عن من المركز نقطه تلاقي مين؟ الضلعين. بعوض بيها في المعادله دي يديني المساحه مباشره. طب لو انا عايز الار كابيتال دي اجيبها ازاي؟ يبقى الار كابيتال بتساوي ايه؟ على 2 ساين 180 على ان. طيب الار سمول ايه؟ الار سمول يبقى من نقطه المركز للخط العمودي على الضلع، يبقى الار هي من المركز للخط العمودي على مين؟ على الضلع، دي اسمها ار سمول. ار سمول هتساوي ايه؟ على 2 كوتان اللي هي ذات الزاويه 180 ديجري على ان. طبعا يبقى كده احنا انتهينا من حلقه النهارده، ودي كانت اول حلقه في السلسله. ما تنسوش طبعا لو عندكم اي استفسارات او ملاحظات سيبوها لنا اسفل الفيديو على هيئه تعليق. ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب عشان تدعمونا، وانشروا الفيديو عشان نقدر نكمل السلسله. تكمله السلسله دي متوقفه على دعمكم لينا، وشكرا جزيلا.